الأيام الأخيرة لحيدر العبادي. يعلم حيدر العبادي رئيس الوزراء أنه يحتاج إلى معجزة حقيقية كي يواصل البقاء في منصبه وكي ينجح خلال الانتخابات المقبلة ليكون رئيس وزراء لفترة ولاية ثانية. فقد تلاعبت به إيران وفككت تحالفاته الانتخابية، كما حطمت صورته أمام الرأي العام العراقي خلال الشهور الأخيرة. لذلك يسعى جاهداً لعمل أي شيء كي ينال الرضا من جديد، سواء من جانب الملالي أو من جانب الحشد الشعبي الطائفي أو حتى من جانب العراقيين البسطاء، لكنه للأسف يلعب بشكل خاطئ. وبدلاً من أن يتقدم للأمام، إذا به وبقراراته الهوجاء يتراجع للخلف. وأبرز مثال هو الأزمة مع كردستان، فبعدما كان الجميع يشعر بتحسن فيها وبعد لقاءاته مع نتشيرفان بارزاني والعديد من المسؤولين الأكراد، وبعد إحساس الجميع أن الأزمة فارقت محطة الجمود واقتربت من الحل، إذا بالعبادي يتحدث عن سيادة عراقية ونفوذ للسلطة الاتحادية وكل هذه الإلكشيهات والشعارات الفارغة، ويمد حظرا للطيران الدولي كان قد فرضه عقب استفتاء أيلول الماضي على مطارات كردستان، بل ويقول أنه لا يمانع ولو امتدت الأزمة 5 سنوات حتى ترضخ كردستان لسلطة حكومة بغداد. إنها أوهام يعيش فيها العبادي في أيامه الأخيرة في السلطة، والمجتمع الدولي كله يعارضه في هذه القرارات. وإذا كان يعتقد أنه يكسب بها أرضاً لدى الحشد أو لدى إيران، فإن هؤلاء هم أول من باعه ولن يجني شيئاً سوى الخسارة. أما إقليم كردستان فسيبقى بحكومته وشعبه عصياً على المنال.